يكشف الفنان عبدو درياسة لبرنامج نجوم لزاد حصرياً عن الديو المفاجأة الذي يحضره حالياً مع أمال سكاك. كاين فيه ديو اللي أنا حبيته، يعني حبيت هذاك الصوت، مانيش عارف كيف سمعت أنت. هو يقول يغرطى ومنال حدلي أكثر الأصوات التي انظلمت ببرامج الهوات. أصوات قوية ومانيش عارف عليه دايماً هذاك النقص هذا كاين ولا. ولماذا بعد مسلسل فلة والبريء وبابور الزاير انقطعت علاقته بالتمثيل؟ ونقول باللي الممثل يكون ممثل والفنان يكون المغني ولا يكون مغني والملحن يبقى ملحن وهذه هي. ومن أكثر فنانة يتطلع لتسجيل ديو معها؟ أصالة، أمينة فاخت، أم نوال الكويتية؟ ولو وجد بالزمن الجميل للأغنية، من الفنان أو الفنانة الذي كان سيغني معه؟ أم كلثوم، صباح فخري، أم فايزة أحمد؟ في أكابيلا سيغني ضيفنا للمرحوم عقيل. ولا مازالها تجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا. وفي منشيت هذه قصة 300 ألف دولار التي قبضها على ورق. ما عمر ما شفت هذا المبلغ قدامي، يعني بيناتنا كان عندي مع شركة في مصر باش نتعاقد معاها ومن بعد ما حصلش العقد. كل هذا وأكثر تتابعونه في حوار شيق ومثير مع الفنان عبدو درياسة في الأوقات التالية.